في مقلاي شمال البوسنة والهرسك خلفت الفيضانات طينا وحطاما، وقد بدأ السكان في رفع الأنقاض والتنظيف ما قد يعرضهم لخطر الموت بسبب الألغام الأرضية التي قد تكون مياه الفيضانات جرفتها، لتظهر بذلك مجددا تبعات حرب التسعينيات في البوسنة والهرسك بطرق عديدة. بعد الحرب أصلحت أثاث منزلي، الكنبة والخزانة، كانت ثقوب القذائف قد نخرتها، لكنني مع ذلك استطعت استخدامها من جديد. أما الآن فلم يبقى لدي شيء ولا حتى خزانة. كما تزداد المخاوف في كل مكان من انتشار الأوبئة بسبب النفايات والجثث الطافية فوق المياه. الوضع في صربيا أيضا لا يزال حرجا، خاصة على نهر سافي، ما دفع ألاف السكان إلى إخلاء بيوتهم مرة أخرى بطلب من الجيش. ساروا في الشوارع كالمجانين وأطلقوا أبواق السيارات وصاحوا مطالبين الناس بإخلاء بيوتهم. فهمت ما يريدون، ولكنني أسكن في الطابق الرابع، وإذا ما ارتفع منسوب المياه إلى هذه الدرجة فسوف نذهب إلى الجحيم. أوبرينوفاتس تشبه مدينة أشباح، ويتهددها مجدداً خطر ارتفاع منسوب نهر سافي.